ينظف أسنان الكائنات. سبحان الله. انظروا كيف تفتح هذه السمكة فمها ويقوم هو بسحب بقايا قطع اللحم وبقايا الطعام الموجودة في بين فكيها. هذا الإله العظيم الذي لم ينسى أن يريح هذه السمكة وسخر لها من ينظف أسنانها. هذا الإله الرحيم، هذا الإله العزيز الحكيم لا ينسى إنسانا يقول يا رب ارزقني. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، لدي اليوم كائن مذهل بكل معنى الكلمة، كائن صغير خلقه الله في البحار يقوم بتنظيف أسنان الأسماك وبعض الكائنات الأخرى. سبحان الله، يعني هذه الأسماك أيضا ضمن الله لها الراحة. يعني لست أنت أيها الإنسان الوحيد في الكون الذي أكرمك الله وضمن لك الحياة الهادئة المستقرة، لأن هذه الدواب وهذه الأسماك وهذه الكائنات رزقها على الله. الله سبحانه وتعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين. لذلك الله عز وجل لم ينس من فضله هذه الأسماك الموجودة في البحار، لأن يعني هناك أسماك لها أسنان كبيرة وتعلق قطع من اللحم بين أسنانها، فيأتي هذا الجمبري مخلوق صغير جدا وجميل، يعني حقيقة هذا الجمبري نوع من أنواع الجمبري مسؤول عن تنظيف هذه الأسنان. سبحان الله، يعني أنا أود أن أتأمل معكم هذا المشهد الرائع حقيقة. هنا أحبتي في الله، هذا هو الكائن الصغير هنا كما نرى ينظف أسنان الكائنات. سبحان الله. يعني انظروا كيف تفتح هذه السمكة فمها ويقوم هو بسحب بقايا قطع اللحم وبقايا الطعام الموجودة في بين فكيها. والحقيقة هذا الكائن مسخر لتنظيف الأسنان، أي نوع من الأسنان كان، حتى لو كان إنسان، يعني حتى لو جئت به وفتحت فمك سينظف أسنانك. أيضا هذا من عجائب هذا المخلوق، يعني انظروا هذا الغطاس فتح فمه وبدأت هذه الحيوانات اللطيفة بتنظيف هذه الأسنان. سبحان الله، يعني والله شيء مذهل مذهل حقيقة. يعني هذا من المشاهد اللطيفة التي تشهد أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الكون عبثا، خلق هذه السمكة في المحيطات في البحار لم ينسها من فضله. وهنا رسالة أنا أكررها دائما، هذا الإله العظيم الذي لم ينسى أن يريح هذه السمكة وسخر لها من ينظف أسنانها. هذا الإله الرحيم، هذا الإله العزيز الحكيم لا ينسى إنسانا يقول يا رب ارزقني. لذلك أخي الحبيب ينبغي ألا تيأس وألا يعني تفقد الأمل من رحمة الله سبحانه وتعالى. انظر كيف يقوم بتنظيف الأسنان وكأنه مبرمج، ولديه يعني أساليب عجيبة لسحب بقايا الطعام بسهولة، أفضل من البشر ربما أو أفضل من طبيب الأسنان. لذلك أنا عندما أنظر إلى مثل هذا المشهد والله أشعر برحمة الله عز وجل بمخلوقاته، يعني أشعر بمعنى الرحمن الرحيم. لماذا بدأ القرآن أول آية فيه بسم الله الرحمن الرحيم؟ ليقول لك إن رحمة هذا الخالق العظيم تتجلى في كل شيء، حتى في الدواب، في الأسماك، في الكائنات التي لا نراها ولا نشعر بها. سخر لها هذا الإله العظيم الرزق، سخر لها أسباب الحياة الهادئة المطمئنة، سخر لها أسباب أن تعيش وتحمد الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذا الإله العظيم
الحليم الغفور الرؤوف بعباده، يسخر لراحة مخلوقاته أشياء عجيبة جدا. وهنا أيها الأحبة لابد أن أتوقف وأوجه رسالة إلى أولئك الذين يؤمنون بنظرية التطور. نظرية التطور ببساطة تقول لك ملخص، يعني أنا إذا أردت أن ألخص لك نظرية التطور بكلمات قليلة جدا، تقول لك هذه النظرية كل ما تراه من حولك جاء بالمصادفة. هذا هو ملخص نظرية التطور، كل شيء في الكون يعتبرونه جاء بمحض المصادفة والعشوائية. هذا المخلوق من الذي خلقه؟ من الذي سخره؟ كيف تعلم فن تنظيف الأسنان؟ إنه الله عز وجل الذي قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.